محمد سعد المشرف العام على فريق تليفونات بني سويف. كابتن احمد مساء الخير على حضرتك كابتن. يا نور كابتن محمد، ازاي حضرتك؟ وشرف ليا طبعا اكون موجود على القناه المحترمه قناه النادي. تحياتي لحضرتك، تحيات جمهور النادي الاهلي، كل محبيه ومشاهدي قناه الاهلي. يعني خلينا اقول في البدايه بعض الكلام على رفض مسؤولي تليفونات بني سويف على تغيير ملعب اللقاء، ملعب بترو سبورت، بدلا من يعني يبقى الملعب اوسع او ملعب اكبر شويه بالنسبه للفرقتين. بتشوفوا الرفض ده بسببه ايه؟ طيب خلينا بس نتفق الاول، عشان يعني في بعض المواقع بس او بعض الناس تحتمل الموضوع بس ان في زعل او في تعنت مننا او كده. انا عايز اقول بس يعني طبعا كل الاحترام والتقدير للنادي الاهلي وجماهيره ومجلس ادارته. احنا عايزين نوضح حاجه، ان احنا قبل ماتش الوداد اساسا كنا مطلعين بيان ان احنا نتمنى طبعا فوز النادي الاهلي كممثل لمصر، وكنا عاملين في حساباتنا ان احنا نقدم بوكيهات ورد لعيبه النادي الاهلي في الماتش. جميل، لفته طيبه طبعا. طبعا طبعا، لان في الاول وفي الاخر الاهلي ممثلا لمصر في البطوله، واكيد يعني زعلنا زي اي واحد مصري لخروج النادي الاهلي، وكان سعيدنا طبعا حصوله على كاس افريقيا. فعايزين بس نفصل في الحته دي في حته معينه، احنا ليه رفضنا؟ يعني مش عايز اقول رفض بس، لان برضو النادي الاهلي حاجه كبيره وكيان كبير. الموضوع باختصار ان احنا جالنا فاكس رسمي من لجنه المسابقات ان اختاروا ملعب بترو سبورت. هو الدور ده اولا اتحاد الكوره هو او لجنه المسابقات، ملعب محايد. ملعب محايد، تمام تمام. هتكلم مع حضرتك بصراحه، احنا بنتعامل مع الموضوع برضو باحترافيه، ان في الاول وفي الاخر يعني طبعا الكابتن سعد حفيظ يعني بقدم له التحيه طبعا، واللي هو شين شمس، ناس محترمين وافاضل، الناس بكل شياجه اتصلوا وقالوا احنا بنستاذنكم، ودي اخلاق النادي الاهلي فينها ان احنا بنستاذنكم ان احنا عايزين نغير الملعب لاستاد القاهره. انا كان ردي طبعا كمشرف عام برضو كعضو مجلس اداره ان انا برضو لازم قلت لهم استاذنكم، بس انا لازم ارجع للجهاز الفني والمدير الفني، لان ده حق اصيل برضو ليهم ولازم اخد رايهم فيه، وده اللي احنا تعودناه اصلا كمان من النادي الاهلي، ان احنا نشتغل بروفيشنال في الحاجات اللي زي دي. فبناء عليه انا رجعت للجهاز الفني وبرضو مجلس الاداره، وكان في وجهه نظر للجهاز الفني والمدير الفني بالتحديد كابتن كرم جابر، ان هو الموضوع باختصار عشان كده حضرتك برضه ككوره وحضرتك لعيب كبير طبعا، ربنا يخليك، هتعي او هتفهم الكلام اللي انا عايز اقوله. لعيبه نادي التليفونات يفتقدوا للخبره، لان هم بيلعبوا في القسم الثاني متوسط اعمارهم 21 سنه او 22 سنه. تمام. النهارده لو بتتكلم في برضه انت عايز الى حد ما الى حد ما تظهر بمظهر مشرف، وان انت تعمل الى حد ما مباراه كويسه، وده حق مشروع اكيد. أيه. يعني تمام. فالنهارده لما تاخد اللعيبه دي بالخبرات دي بالمتوسط الاعمار دي وتيجي تلعب بيهم في استاد القاهره، ده قد يكون في لغه الكوره بقى وحضرتك يعني سيدي العارفين، ان ده ممكن يبقى في ضرر شويه من الناحيه البدنيه والفنيه لفريق تليفونات بني سويف. انما لو بنتكلم في ملعب بترو سبورت، ده ملعب مساحته الى حد ما محدوده شويه، وممكن اللعيبه بتاعتنا كناحيه بدنيه الى حد ما يقدروا يبقوا واقفين على رجليهم. فكان دي وجهه النظر، ان احنا برضو احنا ماشيين في الدوري بشكل كويس، فمش عايزين الامور تبقى لا قدر الله تبقى العمليه نفسيا تاثر على اللعيبه بعد كده. وفي الاخر احنا لابد ان احنا نحترم وجهه نظر الجهاز الفني والمدير الفني، ده وضع طبيعي انه هيحصل في اي نادي، انك هتحترم وجهه نظر المدير الفني من الناحيه دي. فبناء عليه انا بالشياكه طبعا رديت على الكابتن سيد في التليفون بعدها، وقلت له يا كابتن سيد احنا كنا نتمنى طبعا ان احنا يعني ما يكونش الطلب يقابل باعتذار، لكن في الاول وفي الاخر احنا بنعتذر لحضرتك والنادي الاهلي ان احنا هنلعب على ملعب بترو سبورت، سبب واحد اثنين ثلاثة، وسردت له الأسباب دي كلها. ده كل اللي حصل باختصار، والراجل هو حق مشروع طبعا. انتوا يعني اعتقد سيتقبل الموضوع بشكل طبعا عادي. النادي الاهلي نادي كبير، وكل الناس اللي عاملين اللي فيه اجهزه واداره ناس محترمه، والموضوع بسيط. طب هو كابتن سيد وجهه نظره يعني برضه، عشان يعني هو بيكلمك، وجهه نظره في تغيير الملعب وضحها لحضرتك ولا ما وضحهاش؟ هو كان ليه وجهه نظر طبعا، ان هو بيقول ان طبعا جاله موافقه ان يكملوا مباريات الدوري على استاد القاهره. مظبوط. الفتره اللي جايه فهو كان حابب ان هذا الماتش يبقى بالنسبه له يعني مش عايز اقول بروفه، لكن هو يبقى هينقل لعبه على استاد القاهره، فكان مزبوط. حابب يلعب هناك. مظبوط. طبعا وجهه نظر برضو تحترم، ولكن اعتقد برضو ان احنا
تحقق برضه مشروع بالنسبه لنا، ان احنا بتلعب على قد امكانياتك. يعني حضرتك ممكن تكون فاهمها بلغه الكوره، ان انا برضه اللعيبه عندي المدير الفني ليه وجهه نظر في الحته البدنيه والفنيه، ففضلنا ان احنا نلعب على بوت سبورت. بس عايز افصل بين حاجه، كامل التقدير والاحترام طبعا للنادي الاهلي، اتمنى الموضوع ده طبعا يعني، لان في بعض الناس قالت ان في زعل او في حاجه زي كده. انا حبيت اطلع واوضح وجهه النظر، ان الموضوع في الاول وفي الاخر يعني التزمنا بالفاكس اللي جه، وراعينا ظروفنا البدنيه والفنيه للعيبه، ونتمنى في الاخر ان احنا نظهر بمظهر مشرف. اكيد ده حق مشروع ليكم طبعا، وما دام يعني الموضوع وصلت طبعا للنادي الاهلي كلها طبعاً. هي وصلت، ما دام وصلت كمان للمسؤول الاداري الخاص طبعا بفريق النادي الاهلي كابتن سعد حفيظ، المسؤول الاول اداريا طبعاً. وصلت لكابتن سيد، هو طبعا ورجوعنا تاني مره اخرى لاستاد القاهره ده بيخلينا طبعا عايزين نلعب عليه اكتر وقت، وفي حاجه يعني وخصوصا لما يكون المباريات القادمه. فاولى المباريات كانت هي تليفونات بني سويف لو كان عندنا القدره للعوده مره اخرى، ولكن طبعا حقكم ان انتم ترفضوا حاجه زي كده، تيجي طبعا جزء معين انتم شايفينه من وجهه نظركم ده هيخليكم في احسن حال في مباراه الاهلي. انا بشكر حضرتك طبعا، حضرتك تفهمت وجهه نظرنا، واتمنى ان جمهور الاهلي والنادي كله طبعا يكون تفهم وجهه نظرنا وتكون وصلت، عشان بس نقطع اي خط على اي حد في ان هو تتفسر باي حاجه ثانيه. اكيد كامل التقدير والاحترام للنادي الاهلي، وكنا نتمنى نحتفل مع النادي الاهلي في المباراه بتاعتنا بحصوله على كاس افريقيا، ولكن دائما الاهلي هو يعني مش عايز اقول ممكن نقول يمرض ولا يموت، لكن هو ما مرضش ولا حاجه، هو مفيش مرض. انت وصلت نهائي ان شاء الله تتعوض في الفرق. وهي دي كره القدم. بشكرك يا كابتن احمد، يعني بشكرك شكرا جزيلا، اكيد توضيح لرؤيتك او رؤيه الجهاز الفني كمان بالنسبه لحضراتكم كمسؤولين اداريين في هذه المباراه، او تغيير ملعب المباراه الخاص بهذه المباراه، مباراه الاهلي وتليفون بني سويف التي سوف تقام ان شاء الله على استاد بترو سبورت الساعه 8 يوم الجمعه، ان وجهه النظر فنيه اكثر منها اداريه. فنيه ان فريق تليفونات بني سويف يفقد للخبرات، يفقد للعامل البدني، بيقابل فريق كبير زي النادي الاهلي، فهم حقهم مشروع ان هم يبقوا متواجدين في ملعب صغير، يحاولوا يضيقوا الملعب بشكل ما عشان الحاله البدنيه عندهم مش يعني مش بنفس الشكل اللي موجود عند النادي الاهلي وقدراته البدنيه والفنيه.